إسلامنا يصوننا وهو اليقين، في ظله يفيئنا في كل حين. ليدين 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 إسلام، أحكامه إبراز خير العالمين، وبهديه يؤمنا وهو الأمين. ليدين 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 إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ولي دين. نتحدث في هذه الحلقة عن عمل المرأة خارج المنزل. كيف تستطيع، هل تستطيع المرأة أن تعمل خارج بيتها وتحافظ على بيتها، تحافظ على تربية أولادها؟ هل تستطيع أن تجمع بين العمل وبين التربية؟ هذا ما سنراه في حكم الشرع ومناقشة مع أخواتنا الغربيات اللواتي يعيشن في مجتمع غربي، لنرى هل حكم الشرع الإسلامي بالنسبة للمرأة وعمل المرأة يتناسب أن تعيشه المرأة في دول الغرب أم لا؟ هل حكم الإسلام حكم عملي واقعي نستطيع تطبيقه في الدول الغربية، أم أنه انتهى وقته وهو كلام نظري كما يقول كثير من الناس؟ نبتدئ بقول الله تعالى، قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بالطبع هذه الآية تؤكد على أن عمل الإنسان هو أثمن ما في الوجود، وأن عمل الإنسان إنما هو سبب ليفوز في هذه الحياة الدنيا، طبعا إذا كان عملا شريفا، عملا متقنا، عملا صادقا، عملا مهما مفيدا للمجتمع وللمرأة وللرجل على حد سواء. بالنسبة للمرأة، نحن نعلم أن أثمن ما في الوجود هو الإنسان، والله تعالى أوكل إلى المرأة صناعة الإنسان، وأوكل لها مهمة تربية الأولاد، فهذا هو عملها الأول، وهذه هي مسؤوليتها الأولى، هي تربية الأولاد. للأسف الآن نرى كثير من النساء يعملن خارج البيت، ربما اضطرت إلى الخروج للعمل، ربما هي من نفسها أحبت هذا العمل، ربما وجدت أن هناك فائدة وضرورة لخروجها إلى أن تعمل خارج البيت، لكن نرى أن في هذا طبعا أصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة النبي، أنه شجع المرأة على العمل، شجعها على أن تعمل خارج بيتها. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك البائعات المتجولات، مثلا حسانة المزينة كانت تحمل أدوات التجميل، نسميها الآن ربما المكياج في عصرنا الحديث، وتطوف على بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتبيعهم هذه الأدوات، أدوات الزينة، فهي اشتغلت كبائعة متجولة. أيضا نجد أن المرأة قد تدير مصنع للعمل، مصنع للأخشاب، كعلاثة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، هل أعمل لك منبرا؟ هي عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تصنع له المنبر، وقالت: إن لي غلاما نجارا، ربما أصنع لك منبر. فطبعا رضي النبي عليه الصلاة والسلام وصنعت له المنبر، والقصة مشهورة مع الجذع الذي حن لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه النبي وصعد على المنبر. إذن التي من صنع المنبر هي هذه المرأة اللي كان اسمها علاثة، طبعا هو اسم قديم وربما نجده نحن غريبا الآن في مجتمعاتنا،
إذن اشتغلت المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كمديرة مصنع، اشتغلت كعاملة أو بائعة متجولة، اشتغلت أيضا تاجرة تتاجر بالأموال، اشتغلت أيضا كطبيبة كرفيدة الأسلمية المشهورة، وهي أول امرأة بنى لها النبي عليه الصلاة والسلام مشفى ثابت في مسجد النبي من أجل أن تمارس مهنة الطب. كانت الممرضات من قبل تطوف على البيوت من أجل أن تمرض المريض، لكن رفيدة أسس النبي لها صلى الله عليه وسلم مستشفى في مسجده، فأصبح المرضى يأتون إلى هذا المستشفى يتطببون به. إذن عملت المرأة كطبيبة، وعملت كثيرا كمديرة لربما فندق أو مطعم، كأم شريك التي كانت تفتح بيتها للضيفان فيأتي الأصحاب يأكلون عندها ويبيتون عندها رضي الله عنها وأرضاها. بالطبع كثير من النساء في مجتمع أو في تاريخنا الإسلامي عملنا أعمالا كثيرة، لكن ليس كل الأعمال تليق بالمرأة، وهذا ورد في الآية الكريمة التي تحدثت عن سيدنا موسى بقوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. القصة تعلمون أن سيدنا موسى عندما جاء إلى مدين ووجد امرأتان تزودان، يعني تمنعان المواشي مواشيهم، تمنعانها من أن تأتيان إلى البئر، تمنعان المواشي أن تأتي إلى البئر لتشرب. لماذا؟ لأن الرجال يسقون مواشيهم، فهي لا تريد أن تزاحم الرجال وتدخل بين الرجال ولا تستطيع، والرجال لا يعطون لها دورا من أجل أن تسقي، فيسقون جميعا ثم يتولون، فتأتي المرأة هي وأختها وتسقي ماشيتها. فلما رآهم موسى كان عنده النخوة، النخوة الرجولة، فسقى لهما، أراد أن يسقي لهما. لكن الشاهد في القصة أن المرأتان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني نحن نعتذر عن هذا العمل لأن أبانا شيخ كبير لا يستطيع هو أن يأتي ويسقي، لذلك نحن اضطررنا إلى هذا العمل. طبعا بعض المفسرين أخذوا هذه الآية وقالوا معناها أن المرأة من العيب أو العار عليها أن تعمل، لذلك اعتذرت بنات شعيب، وبعضهم قال لا، ليس هذا المعنى، وإنما مهنة رعاية الغنم لا تليق بالمرأة. وفعلا كان العرب الجاهليين يسمحون للمرأة أن تعمل في أي عمل إلا رعاية الغنم، يعتبرون مهنة لا تناسب المرأة، ليست مهنة شريفة كغيرها من المهن التي تمارسها المرأة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى زوجته زينب وقالت له: أعلمت أني أعتقت جاريتي؟ هي أعتقت جاريتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أعتقتي بها بنات أخيك من رعاية الغنم؟ لأن بنات أخوها كانوا يرعون الغنم، ما عندهم كان جارية أو ما عندهم من يرعى لهم الغنم، فالنبي أراد من زينب لو أنها فدت بنات أخيها بهذه الجارية وترعى عنهم الغنم. إذن فكرة رعاية الغنم بالذات هي ما كانت مهنة محببة أو شريفة بالنسبة، شريفة لا نقول أنها غير شريفة، لكن ما هي مهنة راقية تليق بالمرأة، والأشراف ما كانوا يسمحوا لبناتهم أن يشتغلون برعاية الغنم. إذن هناك أعمال في الإسلام قد لا تليق بالمرأة، وحقيقة هذا نراه نحن، لأن المرأة في الإسلام يجب أن تبقى محافظة على نفسها كأنثى كمنعمة، تتميز عن الرجل في العمل وفي الخشونة. فالعمل الذي يليق بالمرأة هذا أباح الإسلام، لكن العمل الذي لا يليق بالمرأة يكون شاق عليها، صعب عليها، ربما يغير من طبيعتها أو يشغلها كثيرا عن بيتها، عن مسؤولياتها الأولى، فهذا ما نهى الإسلام عنه. إذن هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع نحن ما نناقشه الآن أن المرأة خرجت إلى العمل ربما مضطرة، ربما من باب رفع مستوى أسرتها وبيئتها أو مجتمعها. نحن كحكم إسلامي مما نتعلمه من علمائنا ونستقي من آيات القرآن ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تمنع المرأة من الخروج إلى العمل، لكن لا يكون على حساب كما قلنا مسؤولياتها الأولى في تربية أولادها وفي العناية بأولادها. لذلك على المرأة العاملة أن تراعي
لكل ذي حق حقه، ولا تقصر في حق أولادها أو حق زوجها إذا خرجت إلى العمل. أخواتنا عندهم تجربة في العمل وسيحدثون إن شاء الله عن عمل المرأة خارج بيتها في المجتمعات المسلمة في فرنسا وفي أمريكا. نسمع ونستمع إليهن ولكن بعد الفاصل. نعود إليكم إخوتي وأخواتي ونتوجه بالسؤال إلى أختنا كورين الفرنسية التي لها تجربة في المجتمع المسلم في فرنسا. أهلا أختنا كورين. السؤال اللي بحب وجهه إليك، هل المرأة المسلمة في فرنسا مضطرة إلى العمل؟ طبعا مضطرة، يعني مضطرة. لازم يعني طبعا يعني بدهم يعني لا يعني مساعدة لجوزة وبدها تطلع ودارسة، يعني كمان لازم يعني بس يعني المشكلة يعني انت ترى انه في دراستها يجب ان تعمل بحسب دراستها او تستفيد او يستفيد يعني المجتمع وكمان يعني دراستها. مثلا يعني في طبعا الحياة صعبة وصار البنت يعني كمان تتأخر الجازة، يعني صار كمان لازم تصرف عن نفسها، هي لازم يعني هي فكرة انه اذا تأخرت عن الزواج فهي يعني مفروض تشتغل وتصرف على نفسها. يعني كتير بفرنسا البنت تتأخر على الجازة بتتأخروا بالزواج. نعم. فهي مضطرة أنه تشتغل حتى تصرف على نفسها، مو شرط تصرف على تساعد زوجها يعني. لا مو بس تساعد زوجها، لازم تشتغل يعني. بس المشكلة يعني عندنا القانون يعني ممنوع الحجاب الشغل. أيوة. بس البنات يعني إذا بيحتاجين يعني لازم يشتغلوا. أنا بعرف كتير بنات بيدخلوا بالشركة بيشيلوا راسهم ومكسور قلبهم بس ما عندهم حل، يعني بيدخلوا بيشتغلوا بيطلعوا من الشغل يعني بالعمل وبيرجعوا الحجاب، يعني ترجع بيحطوا الحجاب. طبعا يعني هن مضطرين لهيك، مضطرين يعني ما في حال. يا بيشتغلوا بمثلا شركة خاص إذا كان المعلم ياخذ، يعني ما في مشكلة إذا شركة تبع جوزون ولا شركة مسلم ما في، يعني في كمان يعني مسلمين في أريحية شوي يعني في أماكن خاصة طبعا، يعني في محل خاص إذا المعلم ومسلم ولا المعلم يعني ما بيأم يعني الشر بيشتغلوا. قصدك يعني المعلم يعني مدير الشركة المؤسسة؟ طبعا. إذن ممكن تعمل في فرنسا لكن بشركات خاصة مو مع شركات الدولة. طبعا. هذا في تحدي أكيد يعني طبعا. بالنسبة للمرأة مثلا أنا دارسة بس ما مشتغل، يعني مستحيل يعني لاقي شغل مع حجاب، بس أنا مشتغل مع جوزي. طيب والله خلي لك جوزك الله مين يعرف زوجك عنده شركة وانت بتشتغلي معه وبتساعدي طبعا بسوي الحسابات والفاتور وبحكي بالتليفون. الفاتور الأكل ولا الفاتورة؟ الفاتور 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 نعم سيسون الفاتور هم يعني بساعده يعني وكمان يعني المرأة إلى حال كمان يعني حتى إذا بتشتغل بتشتغل بس أنيتو يعني نص وقت صباحي فقط مثلا يعني وبتروح تشتغل وكمان يعني تربية الولاد يعني يمشي والبيت وكمان أنا بالنسبة لي بدي المرأة يعني المرأة كمان تخاب يعني ولادها بتعود مع ولادها والتربية يعني برأيك ما لازم يكون عملها مثل الرجل تمام أنه مثلا 7 ساعات دوام أو 8 ساعات الرجل أيضا المرأة 8 ساعات طبعا هذا يعني أنا بالنسبة لي هذا راحي هذا بس طبعا بس في نساء يعني عندهم عمل كويس وبيحبوا الشغل وطبعا يعني بيعمل ممكن تنتج ممكن تساعد تون كومبلي يعني اسمه فول تايم تون كومبلي بفرنسا مزبوط يعني في طيب شكرا لك كورين. نتوجه بسؤالنا للاخت سمر وباعتبار عنها تجربة وباعتبار هي طبيبة ولكن لا أدري أنه هل وجدت مشاكل حتى تركت العمل وتفرغت لأولادها، ممكن تحدثنا سمر؟ طبعا أنا بالنسبة إلي الإسلام يعني أعطى الحق للمرأة أنها تعمل وإسلامنا يعني سمح وجدا سلس التعامل معه كدين، ما بس الاعتراض أنه كأم أنك تشتغلي في الغرب هاي بيصير في عندها تحدي بين بيتها ولادها وشغلها، وهل هي بحاجة إذا هذا العمل أو هو ل المتعة وال... طيب عفوا منك يعني أحيانا قد ما تكون هي بحاجة مزبوط. لكن قد المجتمع يكون محتاج إلها، يعني أنت كطبيبة مزبوط كلام. المجتمع محتاج لطبيبات صحيح. كثير صحيح ما هو هي مزبوط كطب أنا إذا بدنا نحكي كطب مزبوط كلامك بس كمجال عملي
ما بتقدر توافقي. إذا كأنا إذا بدنا نحكي عن المرأة العاملة المتزوجة صحيح. في مجتمعنا في المجتمع العربي بحد ذاته حنلاقي صعوبة في التوفيق بين خارج العمل والبيت، إلا إذا نوجد مين يساعدها، إلا لما بنوجد مين يحمل عنها مسؤوليات البيت بالزبط. بيبقى الأمر سهل مزبوط. بالنسبة لها. بس إحنا في الغرب ما في تحدي كبير، تحدي كبير إنه أنا أوقف مع أسرتي ضد سيار بالنسبة لي تيار جارف. صحيح. على فكرة قبل ما أجي كنت التقيت مع دكتورة عنا في قطر، فكانت سألتها ليه أنت جيتي على قطر وتركتي أمريكا، هي أمريكية لكن من أصل سوري أيضا، فقالت لي أنه مستحيل أنا أشتغل في أمريكا دوام كامل كطبيبة معناتها هذا على حساب أولادي. مزبوط. في أمريكا لازم أتفرغ لتربية أولادي. مزبوط. أما هنا ممكن. مزبوط. فهالتأكيد لا، هذا مزبوط. ما في مجال حق طبيبة. لما إذا بدي أحكي عن أي عمل تاني ممكن المرأة تلاقي في الغرب بار تايم، تلاقي مثلا توفيق إنه هي تقدر توازن بين البيت وبين خارج البيت ومع زوجها برضو، لكن بيضل برضو في التحدي الأكبر زي ما قلنا، إحنا المرأة أو الأم وجودها في البيت أكثر أقوى من الأب. طيب أنت لما تركتي العمل كطبيبة وصرتي ربة بيت، نعم. في كتير من النساء بيستعروا من كلمة ربة بيت وبتخجل من نفسها، بتحس حالة أنه هي لا شيء يعني. نعم. فهل هذا شيء صحيح أم هيك شعورك أنت؟ أنا مثلاً؟ ما عندي هذا الشعور، لأنه أنا عندك فخر أنه لا، أنا ما عندي مشكلة أنه أنا، لأن أنا مش جالسة في البيت غصب عني. أنا ما تركت الطب غصبا عني، لأنه ما في حدا أجبرك، لا مش مضطرة، لأنه أنا عندي لا، أنا تركته برغبة وبحب، فأنا راضية يعني أنا عايشة. اخترتي هذا الخيار. أنا حياتي أيوة، أنا اخترت المسار من أجل هذا من أجل أبنائي وأسرتي أولادك. أنت ربيتي الإنسان وصنعتي الإنسان، وهذه هي المهمة الشريفة والمهمة الأولى للمرأة، أن تصنع الإنسان وبهذا تفتخر وتشرف. بالطبع أنا رأيي دائما بالنسبة لعمل المرأة، وقد كانت رسالتي كل رسالة الدكتوراه في عمل المرأة، إذا كانت المرأة عندها أولاد فالدرجة الأولى والعناية الأولى والمسؤولية الأولى لأولادها بالطبع، لكن لما بيكبروا أولادها بصير عندها فراغ، ممكن مصبوط. تشتغل أي عمل، أو كانت ما عندها أولاد مثلا أو مانا متزوجة، فالمجتمع بحاجة إلى عملها. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى وما فيه مصلحة الأمة الإسلامية جميع. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا يصوننا وهو اليقين، في ظله يفيئنا في كل حين. ليدين 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 إسلام، أحكامه إبراس خير العالمين، وبهديه يؤمنا وهو الأمين.